كانت هذه الرسائل ما لفتتش انتباهي، لكن رسالة واحدة في وسط الرسائل دي كانت هي أغربهم. السلام معكم عبود ماكس انجو، قصة جديدة. قبل ما تدخل تسوي لايك واشتراك، خذ لك سناك او اي شيء تحب تشربه. حبيت تكون هذه القصة اللهجة المصرية زي ما كتبها لي الشخص اللي رسلها، ويلا ندخل في جو القصة. تبدأ القصة دي من عند شخص اسمه محمد، وكان محمد مشهور في الماسنجر. يقول محمد: لما نزلت البوست على صفحتي الشخصية بطلب من المتابعين انه يروا لي قصص او مواقف مرعبة حصلت معاهم، وهاخذ افضل الحكايات واكتبها، لكن اكثر من 1000 رسالة جت لي في وقت قصير، وكانت هذه الرسائل ما لفتتش انتباهي، لكن رسالة واحدة في وسط الرسائل دي كانت هي اغربهم. رسالة جت لي في الساعة 5:30 في الفجر من حد كاتب الآتي: مساء الخير أستاذ محمد مهن، أنا من أحد المعجبين بيك أوي وبحب قصصك ومش بفوت قصة منه، وعندي لك حكاية غير أي حكاية سمعتها قبل كده، وياريت لما تقرأ الرسالة دي بلغني إنك مستعد تقرأ هذه الحكاية وهتكون أنت البطل فيها. رسالة عادية من واحد شكله كاتب وعايز يعمل نفسه كاريزما، بس أنا قلت ماله ويلا نبدأ في المغامرة ويمكن نطلع بقصة حلوة. فكتبت له رسالة مستعد، وبعدها قفلت تلفونه ودخلت أنام شوية، وصحيت حوالي الساعة 12 الظهر لأني يعتبر كنت مطبة، فما حسيتش على نفسي إلا وأنا صاحي في الظهر. فتحت الموبايل ودخلت على الواتساب عشان أشوف رسالة من نفس الشخص المجهول، وكان كاتب: يلا نبدأ أستاذ محمد، خليني أقول لك إن دي الحكاية أنت البطل فيها. الحكاية بتحكي عنك ومش عنك بس، بتحكي عن أهلك وكل فرد في أسرتك. بس قبل ما ندخل في كل التفاصيل حاب أقول لك إنه قدامك أسبوع وهتموت، بس أنت آخر واحد هتموت في الأول. ولدك حسن هيموت بكرة الساعة 11 بعد ما خلصتوا زهرتكم على مسلسل بالطو. فجأة يصحى من النوم مخنوق ويمسك صدره عشان حاسس بضيق، هيحاول يقاوم لكن أول ما يقوم هيقع من على السرير. رد عليه محمد: إيه الجنان ده؟ وده كان رد محمد على المجنون ده. ويقول محمد: انا قفلت تليفون وعملت ليه بلوك ونسيت الموضوع ده كان حد مريض، وكنت طول اليوم عمال ببص في الساعة. وبابا جه الساعة 4 في العصر، دخل ينام ساعة لبعد المغرب، ماما كانت عمالة بتحضر الاكل، وانا كنت عمال ببص لبابا بخوف، وقلت لنفسي: ايه انت هتصدق الكلام المجنون ده حد عايز يعمل شغل عليك ويظهر بس على الساحة وينشرك القصة ويذكر اسمه. فطنش كلامه وكمل يومك بشكل عادي. ودخلت اوضتي الين ما خلصت امي تحضر العشاء. على الساعة 6 بالضبط خرجت عشان ماما خلصت تحضر الاكل. قعدنا على السفرة وكنت مش مركز معاهم خالص، مركز مع الساعة وبابا، ومش عارف انسى رسالة المجنون ده. حتى بابا وماما واختي الصغيرة اسراء حسوا باني سرحان ومركز نظري على بابا. وبعد ما خلصنا الاكل بابا قرر انها نسهر على مسلسل بالطو، حمل الحلقات كلها وهنتفرج عليها. يعني ايه معقول الكلام المجنون هيكون صح؟ بس غريب، انا ابويا بعد العشاء قال انه يحس بوجع في قلبه، بس حاولت قد ما اقدر اني اصفي نيتي ويكون فال خير وتحصل عادي صدفة. اتفرجنا على المسلسل وعلى الساعة 10 خلصنا من سهرتنا، وابي وماما دخلوا يناموا واسراء اختي دخلت اوضتها، وانا دخلت اوضتي. كنت منتظر الساعة 11 تيجي وقلبي على حر من القمر. بعديها قلت اصحى على نفسي مفيش اي حاجة هتحصل. دخلت على الواتساب واول ما حصل وكانت الساعة 11 لقيت رسالة من رقم مجهول، وكان محتواها صادمني وهيصدمكم حرفيا. كان محتوى الرسالة: قوم الحق ابوك هيموت. وفي نفس لحظة وصول الرسالة دي سمعت صراخ صوت امي وهي بتصرخ بأعلى صوت: الحق يا محمد ابوك بيموت.